كابتن اسامه عايز اروح معاك ليه قائمه منتخب مصر. قائمه منتخب مصر خلاص دي القائمه اللي فيها 23 لاعب اللي ان شاء الله يحققوا البطوله ونفرح كلنا معاهم ومفيش اي نقد ولا اي هجوم على القائمه خلاص باذن الله كل المسانده ليهم. بس القائمه انت شفتها ازاي؟ شفت ايه النواقص اللي فيها وشفت ايه المميزات اللي فيها؟ بدايه احنا طبعا داخلين على البطوله صحيح، ومستر اجيري وجهازه اختاروا 23 يمثلونا فربنا يوفقهم يا رب. وكل مدير فني او كل ناقد او كل واحد من الجماهير حتى العاديه بيبقى عنده وجهات نظر طبعا، ففي بيحصل بعض الاختلافات. عارف يا كابتن اسامه عشان يعني ارفع على حضرتك عن الحرج يعني، لا دايما 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 المثل ده بديه، ديشان دخل بفرنسا كاس العالم ومعهوش رابي وهو احسن لعيب في باريس سان جيرمان ومعهوش لاكازيت مهاجم ارسنال وخد كاس عالم مظبوط، والناس كلها انتقدته وهاجمته وقالت ازاي دي اللعيبه مش موجوده فهو حر. ماشي، انا بتكلم في الاول انه بندي الحق للمدير الفني انه يختار اللي هو عايزه، لكن حق. نختلف معاه طبعا. يعني نختلف معاه في وجهات النظر يعني المنتخب من وجهه نظري كان ينقصه بعض العناصر اللي ادت موسم بشكل كويس قوي في مراكز انا شايف انها يعني فيها جدل شويه، يعني في اماكن ما تقدرش تختلف فيها، يعني ما تقدرش تقول محمد صلاح، ما تقدرش تقول تريزيجيه، ما تقدرش تقول عبد الله السعيد، حجازي. صح، في ناس واضحه صح. صح. لكن في اماكن فيها جدل يعني لما نيجي نتكلم على الجزء مثلا بتاع الظهير الايسر الاكثر جدلا، عبد الله جمعه واحد من افضل اللعيبه اللي ادت السنه دي طوال الموسم. صحيح، اصل في فرق بين ما انا العب مباراه جيد او بشكل كويس وبعد كده العب 3-4 مرات وحش وبعدين مباراه كويسه مستوى ثابت، مستوى ثابت دفاعا وهجوما. نختلف وجهات نظر، هم بيقولوا الناحيه الدفاعيه مش عاليه قوي، انا شايف ان هو عنده توازن في الناحيه الدفاعيه والهجوميه وبالعكس زاد في النواحي الدفاعيه في الفتره الاخيره دي، فيها نقطه خلاف. واعتقد في ناس كتير، انا شايف واحد زي كهربا من افضل الاجنحه اللي في مصر. انت لما تيجي تشوف منتخب مصر في الاجنحه الموجوده من اقل العناصر اللي متاخده مركز الجناح. صح، يعني انت عندك محمد صلاح وعندك تريزيجيه معاهم وليد سليمان وممكن ورده. صح، ممكن ورده، وان كان اصلا هو اجيري استخدم ورده في كل المباريات مكان عبد الله السعيد. ما هو شوف انا بقول لك ايه، ممكن لانه الاساس ان هو مكان عبد الله السعيد. صحيح، فانت دلوقتي ما عندكش الا غير تريزيجيه ومحمد صلاح ووليد سليمان يليهم ووردة احيانا لو احتاجته. في بقى حاجات بقى صعبه قوي لو لا قدر، يعني اتمنى طبعا انه واحد زي محمد صلاح وتريزيجيه مع وليد سليمان يفضلوا طوال البطوله قادرين يكملوا يعني، لكن بقى في حاجات بقى استثنائيه بقى انك انت ممكن تودي واحد زي عمر جابر قدام او تودي محمدي او، لكن واحد زي كهربا اولا بيجيد اللعب في الجناح، راجل هداف بيعرف يلعب راس حربه، استخدمه يعني في كاس الامم اللي فاتت خاصه ان انت قلت لك المركز ده انت مش واخد فيه عدد كويس. صحيح، ثانيا انت واخد في قلب الهجوم مع احترامي كامل الثلاثه كويسين سواء مروان او احمد علي حقه انه جايب هداف الدوري ب 18 هدف وكوكا، الثلاثه مميزين ولكن الثلاثه شبه في اللعب قريب قوي من بعض. صحيح، يعني فانا شايف ان واحد زي كهربا وعبد الله جمعه كانوا ممكن يبقوا موجودين. انا شايف ان احمد فتحي خبراته الدوليه كبيره جدا صح. وقوي جدا في الظهير الايمن كان ممكن محمد هاني في عندك يعني حراسه المرمى، يعني نتكلم الثلاثه صراحه مميزين، يعني لما عواد يعني نتمنى له التوفيق وجون هايل وكان ممكن يبقى موجود في واحد من الثلاثه، لكن ما تقدرش تقول ان فيها يعني الثلاثه ماشيين برضو بشكل كويس، الشناوي وجنش المستويات متقاربه جدا، مستويات متقاربه قوي يعني واحمد الشناوي رغم ان عواد بصراحه برضو جون هايل. نفس الشيء في المركز قلب الدفاع. قلب الدفاع هرجع لحضرتك ليه عشان ده برضو في كلام كتير جدا خاصه في جزئيه باهي المحمدي وعلي جبر واللعيبه اللي غايبه، وايمن احمد ايمن عنصر ممكن يلعب ولا ايمن اشرف نفس الامر لعب طول الموسم، بس